بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القرآن بسم الله فلينظر الإنسان إلى طعامه. فإذا ورد فرمت مشايخ خبارنا كان مكان. المشايخ دكانة جوانا لله شاريها ويري خوش ويستي. بين السر أوي أوها نوينة سيدة خوش ويستان. يا مصر عاصم دفروي عليكم بشفاعنا الحسن والقرآن. مش تقول شفاعنا هنجين القرآن. هنجين خوالة فرمي فيه شفاء للناس. هنجين شفاء كده أبوها هندينا خوشي. بلام أوى أو تيا أو بيدر حصل غذاء ملكي أو تيا مو تنسي زور قرنقا أو كساني بيال تنسيان زبي أو أو روحي هنجوينيا أو بيدر حصل غذاء ملكي أو زور زور قرنقا ماليزيا لا هرجع يجد كرنا برام سيدة ليه بس ناطنا بنارم شكو أو سيدة أنا شام إبرامي حتى أستا كي كسب أبري أو بيسو صار علاج لكن بخوينا مو تبرن أو دكان إبرام أبد بان ناكم شكو أنا لبرام فكان إبرام أو علاجنا لا هرجع يجد كرنا أزانا بلام بشرت شيء أصل بإبرام ما نشر وها مخوي هذا هو عيني ده ماليزيا لكن برامي اللي ربك نصف قليل أو زور زور باش لودزنس كود أخوي سير باكت أنا نيش لو هنجين دكي تك دكي سير زاب سبينان إيوارا مغربان دكوي جنس إنساني زيادة كأخواني قوات اللي عنده ضعف جنسي ما عنده أطفال عسل النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بشفاء العسل وقرن هذا عسل غذاء من ثلاث مثل مرهم بيا خلنا على نصف كيلو عسل يوم ثلاث العقد تاكلون يصير عندكم طفل وقبل الجماع تقولون هذا الدعاء بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا هذا علاج للعقم خش يستانو علاج من دانا بروز نسيا امرو سي تاري دو هزار رجل روشي شمال شاري هولا دكانة شي خوشي نازدار سمع كدس يا متى ماجد كينو صلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد هذا سرطان موضوع هذا سرطان موضوع هذا سرطان موضوع هذا سرطان موضوع هذا سرطان موضوع